بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض اكسرسايز على ليسون 3. في الاكسرسايز ده هناخد مجموعه اسئله، حوالي 5 اسئله. تعالوا كده نبدا باول سؤال. بيقول لي choose the right answer. اول سؤال بيقول لي هما سؤالين، يعني هما السؤال متقسم جزئين A و B. اول السؤال اللي هو الA بيقول لي heat is transferred from cube A to cube B because. هو بيقول لي هنا في عندي مكعبين زي ما انت شايف A و B، والمكعب A 50 كيوبيك سوري 50 سليزيز ديجري، والمكعب B 20. ماشي، وبيقول لي انا لو وصلت المكعبين دول ببعض هلاقي ان الهيت هتمشي من A ل B. ده بسبب ايه؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني بيقول لي heat transfer between the two cubes will stop when، يعني امتى النقل بين المكعبين هيبتدي ان هو يقف. طيب نبدا باول واحده اللي هي heat is transferred from cube A to cube B because، طبعا لان هو higher in temperature. احنا اتفقنا the heat transfer from higher temperature object to lower temperature object، ان هو بيمشي من الاعلى للاقل في درجه الحراره. طيب السؤال الثاني بيقول لي بيقول لي heat transfer will stop، امتى الانتقال بتاع الهيت ده هيتوقف؟ طبعا لما يكونوا الاثنين ايكوال، يعني their temperatures become equal لما يكون الاثنين ايكوال. على فكره السؤال ده مهم وبيجي في امتحانات، يعني انا شفته في امتحان قبل كده. ماشي، فالناس تركز يعني. طيب ناخد سؤال تاني بيقول لي heat transferred through copper and iron by A. احنا كنا خدنا 3 ways to conduct electricity heat. عندنا الكوندكشن كونفكشن راديشن. مهم جدا يا شباب تعرف الديفينيشن بتاعهم، وانك تعرف الكوندكشن بيتم في ايه والكونفكشن بيتم في ايه والراديشن بيتم في ايه. الكوندكشن دايما كان في السوليد، والكونفكشن في الليكويد والجاز، وطبعا الراديشن ده بيكون في الحاجات اللي زي الصن. فانا عندي هنا سؤال بيقول لي heat transfer in copper and iron by conduction، يبقى الاجابه ايه؟ conduction. خلاص. طيب السؤال الثاني بيقول لي heat is transferred by convection through. الهيت بتنتقل بالconvection من خلال ايه؟ طبعا احنا قلنا الconvection ده في الليكويد وفي الجاز، ومهم جدا انك تعرفهم. مهم جدا زي ما انا قلت لك انك تذاكر الconduction والconvection والradiation، تعرف الconduction فين والconvection فين والradiation فين. يا ريت ترجع للدرس تاني وتذاكر الحاجات دي لانها مهمه جدا. ماشي، ناخد سؤال تاني. heat is transferred by heater، وده على فكره حاجه سبيشال كيس كده، يعني الهيتر بالذات الهيت بتنتقل فيه باي راديشن اند كونفكشن. خليك فاكر ده في الهيتر عموما اللي في البيت بتبقى مش كونفكشن بس، بتبقى كونفكشن اند راديشن. خلاص، كونفكشن اند راديشن، وده بيجي في الامتحانات كتير. السؤال ده بالذات برضو بيجي في الامتحانات كتير. ناخد سؤال تاني بيقول لي which of the following devices pollute the environment. كلمة pollute the environment يعني يلوث البيئة. مين في دول بيلوث البيئة؟ الجاز اوفن، electric oven، electric heater، all the previous. طبعا الجواب يعني هي الإجابة الصح which of the following devices pollute environment. هنقول ايه؟ هنقول الجاز اوفن. الجاز اوفن لان هو بيقول لي هنا pollute ايه؟ pollute environment، يلوث الايه؟ بيلوث البيئه. طبعا مش الالكتريك هيتر لان انا كنت فاكر السؤال بس doesn't pollute. ماشي، يبقى الايه الاجابه الجاز اوفن اللي هي pollute environment، ده الجاز اوفن مش الالكتريك زي ما انا جاوبها. ماشي، يبقى اعدلها بقى لما انزل الفايل، يبقى ايه اعدلها. ماشي يا شباب، ده كده كان اكسرسايز سريع على الليسن ده، وان شاء الله اي حد عنده سؤال ممكن ان هو يكتبه لي في التعليقات. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.